نشوف ايه، لو حد حابب فيكم في جزء في النظر مش فاهمينه او كده ان شاء الله نوضحه مع بعض. عندي اول مسألة هنا بيقول لي ايه، عندك ترانزستور معين S2 بي اوبريتور اوبريتد اد اكوليكتور كارنت، يعني هيشتغل بقيمة للكوليكتور كارنت بيساوي ال 50 ملي امبير. هو الكوليكتور كارنت ده بالنسبة لي مش هو الاوتبوت كارنت عندي. الاي كوليكتور انبوت ولا اوتبوت؟ تمام. بقول لك هاو هاي كان الفي سي اي، هتكبر قيمه الفي سي اي او هتخلي الفي سي اي دي قيمتها بكام بدون ما تزود قيمه الباور ماكسيموم اللي انا هحط على الترانزستور ده 1.2 واط. نرجع بقى كده في الكترونيكس 1، هي الباور عند اي اليمنت معين كانت بتساوي ايه؟ بتساوي الكرنت اللي مر في الاليمنت ده او الديفايس مضروبه في قيمه الفولت عليه، الاوتبوت فولت في الاوتبوت كرنت. طب انا بالنسبه لي هنا الكرنت هو الاي سي، طب الفولت اللي انا باخده من على الترانزستور، لو جينا في رسم ترانزستور زي كده الفولت اللي هاخده مش هو كان الفولت اللي ما بين الكوليكتور والاميتر؟ مش ده كان كوليكتور الاميتر الفي سي اي؟ يبقى انا هنا اقدر اقول ان عندي الباور هي قيمه الفي سي اي في الاي سي ولا لا؟ نقدر نقول كده ولا لا؟ طب مش من هنا نقدر، احنا اصلا معانا قيمه الاي كوليكتور ومعايا قيمه الباور، منها اقدر اجيب قيمه الفي سي اللي هي بتساوي الباور على الكرنت، فيبقى 1.2 واط على قيمه اللي هو كرنت كوليكتور كرنت اللي هو 50 ملي امبير، يديك القيمه 24 فولت. تمام كده؟ حد عنده استفسار؟ حد عنده استفسار هنا؟ تمام. تعالى بقى نشوف كده اللي تحته، المساله اللي بعد كده. هنا مديني فيجر، تعال نفهم الفيجر ده كده مع بعض الأول قبل ما نشوف حل المسألة أو إيه المطلوب فيها. أنا دلوقتي مديك ترانزستور كيو واحد أهو، فداخل له إنبوت كارنت اللي هو الأي بيز معايا؟ طيب الأوتبوت كارنت بتاعه أو الأي كوليكتور هيساوي إيه؟ قيمة الجين كارنت بتاعه اللي هو البيتا واحد وقيمة الإنبوت كارنت اللي هو الأي بيز معايا كده. قيمة الاوتبوت كارنت اللي هو الاي اميتر، الكارنت اللي على الاميتر، مش قلنا في اللحظة دي بيبقى عندك قيمة البيس كارنت قليل جدا بالمايكرو مقارنة بقيمة الاي كوليكتور والاي اميتر، بنقول ان الاي بيس قيمة قليلة جدا لما هتقارن قيمة الكارنت بيس بالكارنت اللي على الكوليكتور او الاميتر، بنقول ده قيمة قليلة جدا بالنسبة للاتنين كارنت دولت. ايوه. طب ما نقدرش ان احنا هنا كنا بنقول ان الاي اميتر هو الاي بيز زائد الاي كوليكتور، ما نقدرش لو احنا ربطنا الدنيا نقول ان تقريبا ان الاي كوليكتور هو قيمه الاي اميتر باعتبار ان الاي بيز صغير جدا لما هتقارن بيه. كان عندي ريليشن يا جماعه اهي بتقول ان الاي اميتر هو عباره عن الاي كوليكتور زائد قيمة الاي بيز، واحنا قلنا ان الاي بيز ده بالمايكرو لما هتقارن قيمته سواء بالاي كوليكتور او بالاي اميتر فقيمة قليلة جدا، يعني ممكن هنا اقدر اهملها، هي جدلا ههملها لانها بالمايكرو، وهقول ان الاي اميتر تقريبا هو الاي كوليكتور معايا في دي. يبقى الكرنت اللي هيجي على الاي اميتر هنا ده قيمته هتساوي كام؟ بيتا واحد في الاي بيس، صح ولا غلط؟ تمام؟ صح. طيب سيبك بقى من الترانزستور ده، تعالى معايا على الترانزستور كيو 2 بقى، داخل له انبوت كارنت اهو اللي هو الاي بيز 2 وخارج منه اي سي 2 واي اي 2 بنفس اللي عملناه هنا،
اقدر اقول ان الاوتبوت كرنت اللي هو الاي اي 2 ده عباره عن الاي بيز 2 في بيتا 2 ولا لا؟ طب الاي بيز 2 عندي قيمته هجيبه منين؟ قيمه الاي بيز 2 هنا فين؟ مش هي الاي اميتر واحد؟ يبقى من الريليشن دي اقدر اشيل اي بيز 2 ده واحط ان هو عباره عن الاي بيز 1 او اللي هو الانبوت الاي بيز بتاعي مضروب في البيتا 1 مضروب في البيتا 2، يبقى ده الاوتبوت كرنت بتاع اللي هو الاي كوليكتور 2 او الاي اميتر 2، ده القيمه بتاعته صح ولا لا؟ تمام. طيب لو انا قلت لك دي عندي دايره اهي، الانبوت كرنت بتاعها اللي هو الاي بيز والاوتبوت اللي هو الاي كوليكتور 2، طب قيمه الجين اللي حصل هنا قيمته كام؟ الجين اللي حصل في الاي بيز قيمه البيتا الجديده بتاعه الاثنين ترانزستور دولت على بعض قيمتها بكام؟ اي بيز في بيتا 1 في بيتا 2، انا بقول الجين بس قيمه التكبير البيتا الجديده بتاعه الاثنين ترانزستور موصلين ببعض بالشكل ده، مش هي بيتا 1 في بيتا 2 اللي هي مقدار التكبير او الجين كارنت الترانزستور الاولاني والكارنت جين بتاع الترانزستور الثاني مضروبين في بعض صح؟ طب لو قلت لك انا هديك ترانزستور جديد بالشكل ده موصل بالشكل ده هو انت مش هتشوف اللي جوه، انت هتشوف ترانزستور بثلاثه تيرمينال، ادي البيز وادي الاميتر وادي الكوليكتور، فالترانزستور الجديد اللي معاك كده اصبح ليه قيمه جديده للبيتا او الجين الجديد بتاعه بتاع البيتا ده هي بيتا واحد بتاع ترانزستور واحد مضروب في بيتا اتنين او الجين الخاص بالترانزستور اتنين. حد عنده مشكله في دي؟ فهمناها جات ازاي؟ طيب ممكن تاني حتة البي واحد اي بي اتنين على اي بي واحد، ايه تاني معلش؟ ممكن حتة الاي بي اتنين على اي بي واحد جت ازاي؟ يا فين دي؟ دي انا لسه ما جتش للحل خالص، انا لسه بشرح المسألة ما روحتش لسه هنا خالص معايا، انا لسه ما قلتش اي حاجة هنا، انا كل دلوقتي انا جه قدامي فيجر او سيركت معينه بفهمها بس هي شغاله ازاي عشان لما ادخل احل هنا ابقى عارف انا هعمل ايه. وضحت؟ انا لسه هنا كده الدايره دي بقت مفهومه، الانبوت ايه والاوتبوت ايه والجين اللي هيحصل او قيمه البيتا هي كام؟ تمام تاني ماشي كده. تعال بقى نشوف المساله واللي مطلوب فيها. هنا بيقول لك كومباوند ترانزستور في كونفيجريشن، يعني ده ترانزستور مكون من اثنين، كومباوند ده مكون من اثنين. is called a Dirichleton transistor which is used، هيستخدم في ايه الترانزستور الجديد ده؟ to produce an equivalent transistor، هو بيديك ترانزستور واحد بدليل ان هو ليه ثلاثه تيرمينال زي الترانزستور العادي بتاعنا بيس كوليكتور اميتر، بس في حاجه غريبه عن الثاني، الثاني كان بيعمل جين بمقدار بيتا واحدة أو بيتا اتنين، الجين الجديد هنا كبير جدا، أنت مديك فيري هاي فاليو لقيمة البيتا أو الجين اللي هيحصل في الإنبوت كرنت بتاعك بينضرب في بيتا واحد في بيتا اتنين. فبيقول لك لو إبوس ترانزستورز لو الاتنين ترانزستور معاهم قيمة البيتا ب 100 عاوز يجيب قيمة البيتا إيكويفلنت، عاوز يجيب البيتا إيكويفلنت. طب مش إحنا أثبتنا أهو إن البيتا إيكويفلنت الجديدة دي هي بيتا واحد في بيتا اتنين؟ انا بقى عاوز اثبتها معادلات، انا كده فهمتها، احنا كده اثبتناها فهم، او هي تنفع معادلات بس احنا اثبتناها فهم. تعالى عاوز اجيبها بقى اثبات معادلات. وانا لما يبقى عندي ترانزستور ايا كان الترانزستور ده ايه بقول لك هات لي قيمه البيتا الخاصه بيه، مش كنا بنقول بتساوي الاي كوليكتور على الاي بيز صح؟ طب فين هنا الاي بيز والاي كوليكتور بتوعي؟ ادي عندي الاي بيز اهو اللي هو الانبوت كرنت اللي هيدخل لي على البيز تيرمينال هنا كده،
طب الاي كولكتور هل هاخد الاي كولكتور واحد ولا الاي كولكتور اتنين؟ الاوبوت النهائي انا هاخده منين؟ من هنا. يبقى ده الاوبوت كرنت بتاع اللي هو الاي كولكتور اتنين. تبقى البيتا الجديده او الكرنت جين الجديد بتاع الدايره دي كلها هو عباره عن اي كولكتور اتنين الاوبوت بتاعي على الانبوت اللي هو الاي بيس. معايا في دي؟ عرفنا جبناها منين؟ طيب انا دلوقتي عاوزه ايه؟ اجيب بيتا ايكويفالنت دي بدلاله مين؟ بدلاله البيتا واحد وبدلاله البيتا اتنين. يعني المعادله بتاعتها يبقى فيها بيتا واحد وبيتا اتنين، اللي احنا فعلا اثبتناها ان هي اصلا بيتا واحد في بيتا اتنين. انا عاوز اثبتها معادلات. طيب من الريليشن دي هي بيتا واحد مش هي عباره عن اي كولكتور واحد على اي بيز واحد؟ صح؟ ايوه. طب انا ظهر معايا اي بيس واحد اهو، هحافظ عليه تمام كده. تعال على بيتا اتنين، مش بيتا اتنين دي هي اي كوليكتور اتنين على اي بيس اتنين؟ تمام، ظهر معايا اي كوليكتور اتنين. مين اللي ما ظهرش هنا؟ اي بيس اتنين واي سي واحد. خليني دلوقتي في اي بيز 2 اللي هو ده الانبوت الجديد ده اللي هنا، انا عاوز ادخله ده في المعادله. ادخله ازاي؟ معادله رياضيه وعاوز تضيف لها ترم وما تاثرش على القيمه بتاعتها، يقول لك اضربها في واحد. هي المعادله الرياضيه لو انضربت في واحد قيمتها بتتاثر؟ لا. طب الواحد بالنسبه لي لو قلت لك واحد ده 5 على 5 2 على 2 100 على 100 1000 على 1000 اي بيتا 2 على اي بيتا 2 اثرت معاك في حاجه؟ لا. عرفت بقى الاي بيتا 2 جه ليه او ازاي؟ يبقى انا هضرب هنا في اي بيتا 2 على اي بيتا 2 كانك ضربت في واحد. خلاص خد اي كوليكتور 2 على اي بيتا 2، انا جبت اول ترم اللي انا بدور عليها اهو اللي هو البيتا 2. هيتبقى لك مين؟ هيتبقى لك اي بيتا 2 اللي في البسط على اي بيز 1. انا محتاج اي بيز 1 ولا مش محتاجه؟ محتاجه، ده لازم يظهر عندي عشان اجيب منه بيتا 1. بقي لي مين؟ اي بيتا 2. تعال بقى بص في الدايره بتاعتك، هو الاي بيتا 2 ده مين بالنسبه لي؟ اللي هو الاي اميتر 1 صح؟ تمام. طب ايه علاقه الاي اميتر 1 بالاي كوليكتور 1 اللي انا عاوزه اجيبه؟ ان هما تقريبا بيساووا بعض. بيساووا بعض، يبقى من هنا اقدر اشيل اي بيتا 2 دي واحط اي بيس كوليكتور 1. تمام صح. هتبقى الريليشن الجديده عندك ايه؟ البيتا ايكويفالنت تقريبا هتساوي اي كوليكتور 2. وليه حطينا هنا تقريبا؟ عشان هنا الاي بيس 2 هو اي اميتر 2 والاي اميتر 2 الاي اميتر 1 اسف، والاي اميتر 1 هو تقريبا اي كوليكتور 1، في فرق قليل جدا بالمايكرو. هتساوي معاك اي كوليكتور 2 على اي بيتا 2 مضروبه في اي كوليكتور 1 على اي بيتا 1. مش دي هي بيتا 2 ودي هي بيتا 1؟ يبقى البيتا ايكويفالنت هي بيتا 2 في بيتا 1 ولا لا اللي احنا لسه اثبتناها دي؟ صح؟ صح. يبقى قيمه البيتا ايكويفالنت هتساوي ايه؟ هو قال لك ان الاثنين بيتاس او الجيم بتاع الاثنين ترانزستور ب 100، يبقى البيتا الايكويفالنت هتساوي 100 في 100 اللي هي ب 10000. تخيل انا بدل ما كنت مستخدمه ترانزستور واحد بعمل تكبير في قيمه الكرنت فاليو 100 مره، انا بقيت مجرد ما وصلت الثاني معاه كده بقيت بعمل جين في الانبوت كرنت بتاعي بمقدار 10000 مره. يبقى الدايره دي بتعمل فيري هاي جين ولا لا؟ طب هنا بيقول لك هات لي بقى القيمه الجديده بتاعت البيز الميتر فولتج، الفولت اللي ما بين البيز والاميتر. فاحنا كنا بنقول ايه؟ الفولت اللي ما بين البيز اميتر بالشكل ده كان 7 من 10، وده ان بي ان، فعندك دي بي ان نيجاتيف فولت، وهنا دي برضو ان بي ان، فبالنسبه لي البيز ده بوزيتيف والاميتر نيجاتيف، وبرضو هنا 7 من 10. حد معترض على 7 من 10 دي؟
تمام. ده البايس ده الجهد اللي ما بين البي ان البي اي جانكشن ما بين البيز اميتر جانكشن. طيب انا عاوز اجيب الفولت ما بين البي دي والاميتر دي، النقطه دي والنقطه دي نقطتين اهم، بنقول طبق كيرشوف كده واجمع صح، يبقى 7 من 10 زائد 7 من 10 يبقى الفي بي اي الجديد هيساوي كام؟ 1 و 4 من 10. عرفنا دي ازاي؟ تمام يا جماعة؟ حد عنده أي سؤال؟ خد بالك عشان الفيجر ده أو الكونفيجريشن ده احنا هنكمل بيه المسألة اللي بعد كده، مفهوم للناس كلها؟ تمام تمام تعالى بقى نشوف المسألة اللي بعدها برضه زي ما عملنا هنا. قبل ما هنبدأ نبص في المطلوب وايه المسألة عاوزاه، نفهم الأول الدايرة دي شغالة ازاي. أنا عندي الاتنين ترانزستور بتوع هم اللي كانوا موجودين في السيركت اللي قبل كده، يبقى كل اللي هيفرق معايا هنا أنت عندك هنا أي كوليكتور واحد وأي كوليكتور اتنين، الأوتبوت بالنسبة لي أنا باخده من اتنين ده. طب ايه الجزء الجديد اللي انضاف لي في الدايرة ده؟ ده بنسميه الريلي. الريلي ده هو الكترو ماجنتيك ديفايس، بيعمل ايه؟ سويتش. طب انت حطهولي هنا ليه؟ او احنا ايه فايدته عندي؟ ما انا عندي الترانزستور بيشتغل كسويتش، ده سويتش ليه؟ لو قلت لك الترانزستور بيشتغل كسويتش بس انا كان مثلا عندي سويتش في دايره اي سي كارنت، هينفع اشغل الترانزستور في دايره فيها اي سي كارنت ويبقى سويتش برضو زيه زي الدي سي؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان الاي كوليكتور ما ينفعش يبقى بوزيتيف ونيجاتيف ويمشي في الاتجاهين. ده أول حاجة. تاني حاجة الترانزستور بتاعك ده، حد عمل ريكورد يا جماعة؟ تمام. الترانزستور بتاعك ده هو في الأول أو في الآخر أي سي، يعني إيه أي سي؟ يعني ليه ماكسيمم فولت بيستحمله، بعد كده بيتحرق. زي إيه؟ لو أنا مثلا اديتك مقاومة معينة أو مكثف وقلت لك المكثف ده هو آخره 25 فولت، وقمت حضرتك موصل عليه 35 او 30 فولت، المكثف هيجرى له ايه؟ هيتحرق او ينفجر؟ هينفجر، المكثف هينفجر، المقاومه هتتحرق، هتلاقيها بتولع كده، حاجه بتولع معاك في الدايره. الان النور النوت كل اللوجيك جيتس اللي اخدتوها دي يقول لك ده ماكسيموم فولت عليها 5 فولت، يعني ايه؟ يعني ما تزودش عن ال 5 فولت على الاي سيز دي، الاي سيز دي لو حطيت لها اكتر من 5 فولت هتتحرق. طيب بالنسبه لي برضو الترانزستور كده، الترانزستور انا لو لو قيمة الفولت زادت عليه عن قيمة محددة بتكون موجودة في الداتا شيت الخاص بالترانزستور بينحرق. تقوم حضرتك تقول لك أنا هدخله في AC سيركت وبتوصل فيها الفولت ال 220، قال لك ما ينفعش يشتغل سويتش في الدوائر دي. طب أنا عاوز أستخدمه كسويتش ده ب 5 فولت وترانزستور ومتاح وشغله كويس، فقال لك البديل إن إحنا هنوصله على دايرة تانية أو ديفايس تاني اسمه الريلي. الريلي ده نقول هو بيدور برضو يعتبر سويتش في الاي سي سيركت. طب بيشتغل ازاي؟ هو عباره عن ملف اهو، وجوه الملف ده قلب حديد، قمت انت حضرتك موصل تيار في الملف ده بيولد مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي اللي هيتولد في الملف حوالين القلب الحديد ده هيحول لك حته الحديده دي لمغناطيس. المغناطيس ده هيعمل ايه؟ هيقوم عامل انرجايز جاذب البرانش ده او الفرع ده بتاع السويتش، محوله لك مثلا قلت ان انا عندي ده البوزيشن A اللي بيكون فيه السويتش اوبن وده البوزيشن B اللي بيكون فيه السويتش كلوزد، فهو هيجي عامل انرجايز جاذب القطعه دي او البرانش ده، محركه لك من النقطه A للنقطه B، يعني عمل لك كلوزد للسويتش. طب انا كنت موصل مثلا دايره AC او اي ديفايس هنا AC كده شغال، هيشتغل معاك دايره الاي سي. طيب الترانزستور ما ادانيش كارنت او كان الاي كوليكتور بزيرو، فالملف ما فيش فيه كرنت، هيفقد بنفقد المغناطيسيه بتاعته او المجال المغناطيسي ما فيش،
هيتولد هنا زيرو مجال مغناطيسي، يعني قطعة الحديد هترجع تاني، هتفقد المغناطيس المغناطة بتاعتها. فهيقوم عامل ايه؟ خلاص ما عادش في حاجة تجذب الطرف ده، ما عادش في مغناطيس يجذب الطرف ده، فهيقوم سايبه، يقوم راجع لك السويتش اوبن تاني، يعني مغير وضع السويتش من الوضع بي، راجع من الوضع ايه تاني، يعني بقى اوبن. يبقى هو هنا انا استخدمته كسويتش ولا لا؟ ما احنا قلنا الترانزستور هيمرر لي تيار يوصلني لمرحلة الساتوريشن، فهو كده اون. الترانزستور ده مفيش تيار، يعني الاي بيس بزيرو، فالاي كوليكتور هو كمان بزيرو، يعني هو قط اوف، يعني ده بالنسبه لي برضو سويتش اوف. يبقى استخدمته كسويتش واتحكمت في الاي سي اللي هو دايره الاي سي اللي عندي ولا لا؟ تمام كده. طيب تمام، انت دلوقتي لسه بنقول ان الترانزستور ده ليك ماكسيمم فولت يكون موجود عليه، الفولت بتاعك زاد عن كده الترانزستور ينحرق. طب ما انا عندي في ملف موصلها اهو، وفي فولت بيتولد على الملف ده، وانت موصل الملف مباشر على الكوليكترو، فقال لك ان الفولت اللي هيتولد على الملف ده بيساوي قيمه الاندكتنس بتاعته في قيمه التغير في الكرنت اللي مر بيه بالنسبه للوقت، دلتا اي بالنسبه لدلتا تي. تعالى معايا شوف التغير في التيار ده. انت مره بتقول لي انا همرر لك فيه الاي سي ساتوريشن اللي هو يعتبر ماكسيمم كرنت هيخرج من الترانزستور لو هو ساتوريشن، ومره هيمرر لي فيه زيرو كرنت لو هو في القات اوف. فهتلاقي الكرنت بتاعك قيمه التغير فيه من الزيرو للاي سي ساتوريشن اللي هو يعتبر ماكسيمم، فيديك ده وده ثابته، ده كونستانت. والوقت اللي بيحصل فيه التغير ده وقت بسيط جدا، يعني نقول 10 مللي ثانية، يعني بالملي أو ساعات بيكون بالمايكرو. فقيمة التغير في الكرنت بالنسبة للوقت هيديك قيمة عالية جدا، فهيولد لي فولت على الاندكتور ده، فولت عالي جدا لو اتوصل مباشر على الترانزستور يحرق. طب أنا عاوزة أقلل قيمة الفولت ده، أو أخلي الفولت ده ما يزيدش عن قيمة معينة بحيث إن أنا أحافظ على الترانزستور بتاعي، أعمل إيه؟ استخدمنا الدايود واحد ده برر مع الملف عشان يعمل كليب اوف للفولت اللي هيتولد على طرفين الملف. فهمنا الدايره؟ طيب فهمناها تمام كده، نشوف المساله فيها ايه او ايه المطلوب فيها. تعالى بقى نفهم المساله كمان ونعرف هنعمل ايه مع الدايره دي. تعالى معايا هنا، بقول لك السيركت هنا عاوز يعمل ايه في السيركت دي؟ فايند سويتابل فاليو اوف الار بي، يبقى دي مساله ديزاين، هيحدد قيمه ار بي، حدد قيمه ار سي، دي ديزاين بروبلم. عاوز يحدد قيمه ار بي اللي هتخلي كيو 2 بروبرلي درايف ذا ريلي. يعني ايه بروبلي درايف ذا ريلي؟ يعني هيشغل الريلي ده اون واوف ويز 240 اوم. يبقى المقاومه الريلي ده بيعملها على الكوليكتور 240 اوم. يعني لو جيت في دايره كده ممكن اشيل ده واستغنى عنه، نقول مثلا مقاومه هنا كده قيمتها 240 اوم، هوين لما يبقى عندك قيمه الفي ان دي ب 5 فولت. طيب دلوقتي ايه المطلوب؟ انا عشان الترانزستور ده يشتغل صح، مره هيبقى ساتوريتد ومره كات اوف. طب انا عشان ادخله في الساتوريشن مش مفروض الكرنت اللي هنا يكون هو قيمة الـ IC saturated؟ مش هيبقى الكرنت اللي على الكوليكتور ده هو قيمة الـ IC saturation؟ ايه يا جماعة في ايه؟ عشان ده يبقى شورت سيركت والتيار يمر كده ويبقى فيه كرنت هنا، مش ده الترانزستور كيو 2 ده يبقى في الساتوريشن ريجون؟ يبقى التيار اللي هنا هيساوي ايه؟ ال VCC على RC اللي هو الساتوريشن كرنت، صح؟ صح. طب قيمة ال I base اللي مفروض يدخل هنا عشان يوصلني للساتوريشن، مش بنقول عليه ال I base minimum اللي هو هيساوي ال IC saturation على البيتا؟ البيتا صح. طب انا هنا بقى هاخد البيتا دي، هاخد بيتا واحد ولا بيتا اتنين؟ وخد بالك من الفيجر ده كده،
هتبقى بيتا واحد ولا بيتا اتنين ولا هتبقى قيمة البيتا ايه؟ هي البيتا الجديدة اللي ظهرت لنتيجة بوضع الاتنين ترانزستور مع بعض بالشكل ده، هي بيتا واحد ولا بيتا اتنين؟ المفروض تبقى البيتا إكويفالنت اللي هي بيتا واحد هي البيتا كده صح؟ كده لازم تكون البيتا إكويفالنت، ده انت ما عادش تكبير واحد، ده تكبير مضروب في التاني، ده انا التكبير هنا بقى بيتا واحد في بيتا اتنين، فيبقى الاي بيز مينيمم هو الاي سات سي ساتوريشن اللي انت جبته على البيتا إكويفالنت. جبنا الاي بيز، طب ما نطبق لي كيرشوف كده لما كنا بنطبق كيرشوف في الانبوت لوب او في دايره الانبوت، وكنا بنجيب الار بيتا الار بيز مش كانت بتساوي الفي ام ناقص الفي سي اي اللي هي 7 من 10 على الاي بيز مينيمم، نجيب من خلالها الار بي ماكسيمم. تمام. طب هنا بقى هاخد اللي هو 7 من 10 ده اللي هو الفي سي اي ب 7 من 10 برضو ولا ب 1.4 من 10؟ 1.4 من 10. يبقى جبنا قيمة الار بي الار بي ماكسيمم ولا ما جبناهاش؟ جبناها. تمام. تعالى بقى نكمل كده، بقول لك انت ده المطلوب ان احنا نعمل ديزاين، يعني هنجيب نحسب قيمة الار بي، وبيقول لك هنا يوز الدبل ذا مينيمم بيز كارنت، يعني انا جبت الاي بيز مينيمم، ما تستخدمش الاي بيز اللي انت جبته، لا استخدم اثنين في القيمه بتاعته عشان نحسب الايفكت بتاعه. تعال نشوف بقى خطوات الحل. انا اول حاجه الفي بي اي الجديد بتاعي بقى 1.4 من 10 مش 7 من 10 عشان دولت اللي هو دراجلتون ترانزستور. البيتا الجديده او البيتا بتاعت اللي انا هشتغل عليها البيتا ايكويفالنت اللي هي بي واحد بيتا واحد في بيتا اثنين، فحسبنا الحاجات دي، هو مديني بيتا واحد وبيتا اتنين ب 200، فالقيمه دي هتبقى 40,000، ده قيمه البيتا ايكويفالنت. طيب نبدا نحسب بقى الاي سي ساتوريشن هيساوي ايه؟ الفي سي سي على قيمه الار سي، واحد يقول لي هي فين الار سي دي؟ ار سي اللي هي المقاومه نتيجه وجود الريلي هنا اللي هي جايه من الكويل او الملف ده اللي هي قيمتها 240 اوم. جبنا قيمه الاي سي ساتوريشن، الاي سي ساتوريشن على البيتا ايكويفالنت تديك الاي بيز مينيمم. الاي بيز مينيمم هيطلع بكام؟ 50 مل اللي هم خاصين بالاي سي ساتوريشن على ال 40,000 يطلع ب 1.25 من 100 مايكرو. طب هو في اصلا في نهايه المساله قال لك استخدم الدبل، دبل ذا مينيمم بيز كارنت، ان انا هستخدم الدبل يعني هضرب القيمه اللي انت جبتها دي في 2، فيبقى الاي بيز الجديد بتاعي او اللي انا هشتغل عليه هو 2 في الاي بيز مينيمم ب 2.5 مايكرو امبير. طب الار بي ماكسيمم بقى هي الفي ان ناقص الفي بي ايكويفالنت على الاي بيز اللي هي 5 ناقص 1.4 من 10 على 2.5 يديك 1.44 ميجا اوم. تمام كده يا جماعه؟ حد عنده اي استفسار هنا؟ طب دور الدايود واحد، احنا كنا موصلين الدايود واحد ليه؟ قلنا عشان نعمل كليب اوف للجنريتد هاي فولتج على الكويل. الكويل بتاع الريلي ده بيتولد عليه فولت عالي جدا، فاحنا بنعمل له كليب اوف عشان ما يحرقش الترانزستور بتاعي. حد عنده اي سؤال في المساله دي؟ تمام كده. تعال معايا في المسألة دي، أول ما نشوف ده، ده بالنسبة لي إيه؟ الفوتو ترانزستور. يعني إيه فوتو ترانزستور؟ يعني ترانزستور بعمل له بايزنج بتسليط ضوء بشدة ضوء معينة عليه، غير الترانزستور ده اللي كنت بعمل له بايزنج بمصدر للجهد. تعالى نشوف الدايره دي برضو شغاله ازاي. في ريلي، يبقى انا عندي ترانزستور هيشتغل كسويتش، تمام، اللي هو الترانزستور كيو 2 ده. يعني انا مره عاوز الترانزستور كيو 2 ده يكون عليه اي سي بقيمه ماكسيمم مثلا، ومره هيكون الاي سي بزيرو. يعني مره الاي بي 2 ده هيكون ليه فاليو يوصل لي ترانزستور كيو 2 ده للساتوريشن عشان اخد منه الاي سي ساتوريشن، ومره الاي بيز ده هيكون بزيرو عشان يخلي لي الترانزستور ده في القات اوف ريجون واخد منه برده الاي كوليكتور بزيرو. طب الاي بيز ده جاي لي منين؟ اي واحد يقول لي ما انا في مصدر للفولت اهو، وخد بالك ان الدايره دي عملت بايزنج للترانزستور ده بوان سورس للجهد، يعني في سي سي بس عمل بايزنج للبيز اميتر جانكشن والبيز كوليكتور جانكشن. هناك كنا بنستخدم الفي بي بي يعمل لك بايزنج للجانكشن ما بين البيز والاميتر، والفي سي سي كان بيعمل بايزنج ما بين الكوليكتور والايه والبيز. هنا مصدر جهد واحد عمل بايزنج للتو جانكشن. تمام.
طيب انا دلوقتي عاوزه احسب قيمه الاي بي دي، اشوفها امتى هتديني الفاليو اللي تدخل لي الترانزستور ده في الساتوريشن وعشان اجيب الاي سي ساتوريشن، وامتى هتكون قيمتها بزيرو عشان يخلي لي الترانزستور ده قط اوف. طب وده فايدته ايه معايا؟ ما اكيد ده ليه تاثير هنا. تعال شوف معايا ده كده، انا قلت لك ده دارك يعني ما فيش ضوء دلوقتي حاليا، فده قط اوف. قط اوف يعني مش موجود اوبن سيركت. هل في طيار بيمر في الاوبن سيركت؟ طيار الاوبن سيركت بكام؟ صفر. بصفر. يعني هتيجي عند النود دي هنطبق كيرشوف للكرنت هنا، هنقول اي واحد هو عباره عن الاي بي 2 زائد الاي سي 1. طب في اللحظه دي اي سي 1 بزيرو، ده قط اوف اهو، مفيش طيار هيمر، فالاي سي 1 دي بزيرو. هتلاقي كل الطيار اللي جالي من المصدر ده داخل على البيز هنا في الاي بي 2، فبقى في هنا طيار كافي ان يدخل لي الترانزستور ده في الساتوريشن، فهيولد لي هنا اي سي ساتوريشن اللي انا عاوزاه، اللي هو الماكسيمم اللي انا عاوزاه. وضح كده؟ تعالى هنا بقى كده اعمل لي شده اضاءه على الترانزستور ده بقيمه معينه. يعني ايه؟ يعني شغله لي بقى، خرجه لي من الكات اوف ريجن ده. فهيخرج من الكات اوف ريجن، هسلط عليه تيار بشده اضاءه، اسفه، ضوء بشده معينه يدخله لي في الساتوريشن، فهيحوله لي مثلا كسويتش شورت سيركت اهو. فهيخلي التيار اللي هنا ماكسيمم. يعني ايه يخليه ماكسيمم؟ يعني يسحب كل التيار اي واحد ده يجي هنا. يعني يسحبه ايه؟ هو انت لما توصل شورت سيركت مش التيار في الشورت سيركت ماكسيمم، ماكسيمم تيار، لكن الفولت بزيرو. الاي شورت سيركت قيمته ماكسيمم، لكن الفولت على الشورت سيركت بزيرو. روح للاوبن سيركت، الفولت على الاوبن سيركت قيمته كبيره، لكن التيار في اوبن سيركت بزيرو، مفيش تيار بيمشي في الاوبن سيركت. فلما هتبقى تتحولت لي ده للشورت سيركت، يعني دخلته في الساتوريشن، هيسحب كل التيار اي واحد ده يمشي هنا كده، مفيش تيار هيدخل على البيز هنا، او هيدخل قيمه قليله جدا ما تكونش كافيه ان هي تخرج لك ده للساتوريشن، فهيبقى كات اوف. كات اوف يعني الاي بيز ده بزيرو والاي كوليكتور بزيرو، يبقى هو اوبن سيركت. وضحت كده يا جماعه الدايره دي شغاله ازاي؟ يبقى السويتش ده شغال في الضوء ولا في الدارك؟ الريلي ده هيبقى اون في اللايت ولا في الدارك؟ هي يا جماعة هو امتى الاي الواحد ده هيدخل كله على الترانزستور ده ويخليه لي ساتوريشن؟ في الدارك. في الدارك، تمام. وامتى هينزل كله هنا ويحول لي ده بزيرو؟ في اللايت. عشان كده هو اون مع الدارك واوف مع اللايت، فبنقول عليه اللايت دي اكتيف ريلي، يعني الريلي شغال مع الدارك كونديشن او شده اضاءه قليله. وخد بالك من كلمه شده اضاءه قليله دي، لان مش كل الاضاءه هتوصل لي ده للساتوريشن، زي برضو مش كل اي بيز هيوصل لي ده للساتوريشن. وضحت كده؟ فهمنا الدايره دي شغاله ازاي؟ طيب تعالى بقى نشوف السؤال ايه. بقول لك للدايره اللي في فيجر 3 دي ديترماين ذا ابروكسيميت لايت انتنسيتي، شده الاضاءه that will turn off، turn off ل Q2، يبقى turn off للريلي. for each LM per meter square of light intensity عندك 1 micro ampere للبيس current produced في الفوتو ترانزستور. عاوز ايه؟ عاوز يحسب شدة الإضاءة اللي تخلي لي الريلي ده اوف. يعني ايه تخلي لي الريلي ده اوف؟ يعني توصل لك ده للساتوريشن، يعني يسحب كل التيار هنا. طيب هو ده اوف، فبيقول لك هنا ال في بي اي اوف، يعني لما ده يبقى اوف في فولت هيتولد هنا قيمته اقل من 5 من 10. طب لما يتولد لك هنا فولت قيمته اقل من 5 من 10 وده اوف، تعال معايا كده، مش ده الفولت اللي هو ال في بي اي 2 ده اللي هو ما بين البيز والاميتر، صح كده؟ اللي هو ال في بي اي 2 اهو قيمته ب 5
من 10 بقول لك هو اقل، فانا هاخده بالماكسيمم، هناخد قيمته بالماكسيمم، هيبقى 5 من 10. طب الفولت اللي ما بين الكوليكتور هنا السي اي واحد ده اللي هو على هنا ما بين دي ودي كده، ايه علاقته بده؟ مش دولت اتنين برل اهو متوصلين شنط، فيبقى الفولت هنا هو الفولت هنا. تمام، يبقى ال VCE واحد هو ال VBE اتنين اللي هو هناخده بخمسة من عشرة بقيمة الماكسيموم من ال VBE اتنين ده، ال VBE اتنين هو بقولك يبقى أقل من خمسة من عشرة، فأنا هاخده على إن هو القيمة الماكسيموم بخمسة من عشرة. عرفنا جت إزاي؟ طيب تمام، ده أوبن سيركت. طبق لي كيرشوف للفولت هنا كده، يبقى ال VCC زائد I واحد R B زائد ال V C E واحد بيساوي زيرو. يبقى عندك ال V C E واحد ده مش بيساوي ال V C C ناقص I C R C من اللي احنا اخدناه قبل كده، بس هنا بقى I واحد R B، فيقول لك هنا خمسة من عشرة هي ال V C C ناقص I واحد R واحد R B. تمام، جبنا قيمة الكرنت I واحد ماشي. طب ما انت بتقول اصلا ان الاي واحد ده هو الاي بيز اتنين زائد اي سي واحد، وانت بتقول ان ده اوف، اوف يعني الاي بيز اتنين ده بزيرو، يبقى الاي كوليكتور واحد بكام؟ بقيمة ال 48 من 100 مللي اللي انت جبتها، ماشي كده؟ طيب تمام. طب الاي بيز واحد اللي هيتولد هنا ايه علاقته بالاي سي واحد؟ هو اي سي واحد على بيتا واحد اللي هي خاصة بالترانزستور ده، جبنا الاي بيز واحد، ايه علاقة الاي بيز واحد اللي هنا بشدة الإضاءة اللي مطلوبة؟ مش هو قال لك لكل 1 ليمون بالمتر سكوير بيتولد عندك 1 مايكرو على البيز؟ أنا جبت لك البيز عندي حاليا عليه 4.8 من 10 مايكرو، يبقى شدة الإضاءة كام؟ لازم تكون على الأقل 4.8 من 10 الام بير متر سكوير. فهمناها؟ حد عنده أي مشكلة فيها أعيدها تاني؟ من البداية هو بيقول لك إن الترانزستور ده أوف، أوف يعني مش شغال، يعني الأي بيز دي بزيرو، اللي مطلوب تحدد شدة الإضاءة اللي هتخلي لك ده أوف. طب شدة الإضاءة يا جماعة عشان حددت لازم أجيب البيز كارنت اللي هيتولد نتيجة شدة الإضاءة دي، طب عشان اجيب البيس كارنت لازم اجيب الاي كوليكتور. طب ما هو الاي كوليكتور انا عندي الدايره دي اهي، جبنا الاي كوليكتور منها قسمناه على البيتا اللي خاصه بالترانزستور ده، جبنا قيمه اي بيز الخاصه بيه، هو بيقول لك لكل 1 ال ام بير متر سكوير شده اضاءه بيديك 1 مايكرو امبير على البيز. طب انا جبت مثلا 5 مايكرو امبير على البيز يبقى شده الاضاءه 5، جبت 20 يبقى شده الاضاءه 20 وهكذا. فكان لازم نحسب الاي بيز الاول ومنه نجيب اللايت انتنسيتي. عرفنا احنا بنعمل ايه؟ طب دي ال 4.8 من 10 دي بالنسبه لي قيمه الاضاءه اللي على الاقل هتدخل لي الترانزستور ده في الساتوريتد، فهتسحب كل التيار اللي جاي هنا. طب قيمه الاضاءه لو قلت عن 4.8 من 10 يعني مثلا كانت 3 2 5 اسفه 2 ونص 3 ونص حاجه زي كده، المهم اقل من 4.8 من 10، هل ده هيبقى اون ولا اوف؟ طب هيبقى في الساتوريشن ولا في القط اوف ريجون؟ هنا في القط اوف صح؟ يبقى انا عشان اخليه اكتف وشغال لازم شدة الاضاءة عليه تكون على الاقل 4.8 من 10، مش اقل من كده، ممكن اعلى. اقل من كده يبقى ده كانك في الدارك بالظبط، ده الدارك بالنسبه لي، فيبقى الترانزستور ده اون. فهمنا الدنيا؟ تعالى بقى معايا في المساله الثانيه كده، بيقول لك ايه؟ What is the maximum light intensity that will turn on the relay في الدايره اللي فوق دي، وافرض ان الكويل ريزيستنس ب 600. يعني بيقول لك ايه هي قيمه الماكسيمم انتنسيتي اللي هتخلي لي ده بقول، يعني بمعنى اصح ده اوف، اللي بعد منها ده هيبقى اون، هيبقى ساتوريتد فهيخلي لي ده اوف.
فهمناها؟ فهمنا السؤال؟ عاوز شدة الإضاءة اللي تخلي لي ده أون. طب إحنا لسه من دقيقة قلنا شدة الإضاءة على الأقل تبقى 4.8 عشان تخلي لي ده أون فده أوف. أنا عاوز العكس، عاوز أجيب شدة الإضاءة اللي تخلي ده أوف عشان ده يبقى أون. وضحت كده؟ تمام. تعال نشوف هنمشيها ازاي بقى مع بعض. هنا بقول لك ضي عشان تترن الريلاي لازم كيو 2 يكون بأون وساتوريت. طب عشان يبقى ساتوريتد يبقى الاي سي ساتوريشن البي سي سي على قيمه الار سي اللي هي قيمه الكويل ريزيستنس، فاللي هي 12 على 600 يديك 120 ملي امبير. نجيب الاي بيز مينيمم بقى اللي هو الكيو 2 اللي هي الاي سي ساتوريشن على قيمه البيتا اللي خاصه بيه اللي هي بيتا 2، جبناها اهي طلع لك ب 100 مايكرو امبير. دي لحد الان كيو 2 بأون، يبقى مفروض الفي بي اي دي بكام؟ 7.10. يبقى الفي سي اي بكام؟ 7.10. تمام كده معايا؟ هات لي بقى الاي واحد، فقال لك الاي واحد ده يساوي الفي سي سي ناقص 7.10 على ار بي. جبنا قيمه الاي واحد. طب ما احنا لسه كنا بنقول ان ده اون، يعني معنى ان هو اون يعني في تيار اي بي ليه قيمه واحنا حسبناها اهي، واي واحد هو اي بي 2 زائد اي سي واحد. تعال نعوض بقى في المعادله دي كده، اي واحد هو اي سي واحد زائد اي بي 2، احنا حسبنا دي واصلا حسبنا دي اهي، فيبقى عندك اي سي واحد اللي هو اي واحد ناقص الاي بي 2 اللي هي 470 ناقص 100 يديك 370 مايكرو امبير. طب ده الاي بالاي سي واحد اللي هو مفروض يتولد هنا كده وده شغال. طب اتولد هنا كده اي سي واحد جبته، ايه علاقته بالاي بيز اللي هو اي سي واحد على البيتا؟ في بيتا واحد يديك الاي بيز واحد، هيطلع عندك قيمه الاي بيز واحد كده ب 3.7 مايكرو امبير. يبقى انا عشان اجنريت 3.7 مايكرو امبير ويكون كيو 2 اون، يبقى لازم احط لايت شدته كام على البيز بتاع الكيو واحد ده؟ لازم قيمه اللايت تكون اقل من 7.3. وضحت كده يا جماعه؟ يبقى قيمته اقل من 7.3 كانه بالظبط في الدارك كونديشن، هيبقى ايه عندك هو اوف وقيمه ده اون، زادت عن كده هيبدا ده يبقى اون وده يبقى اوف. فهمنا الدنيا؟ فهمنا الدنيا يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال؟ ماشي. مساله 6 بيقول لك ايه؟ لو انت عندك اسيرتن 2 ان 3 9 0 4 دي سي باي سيركت، سيركت او اي سي معين، سيركت معينه معموله ومن ده الرقم بتاعها، ده رقمها، كل اي سي او كل سيركت عندنا بيبقى ليها رقم اي دي كده مميز ليها، فده رقم. With the following values is in saturation، هي في الساتوريشن، قيمة الاي بيز وهي في الساتوريشن 500 ملي امبير، والفي سي سي ب 10 والار سي ب 180، مين اتش اف اي دي؟ البيتا. البيتا ب 150. فهو دلوقتي بيقول لك لو انت زودت قيمة الفي سي سي دي ل 15 بدل 10، الترانزستور ده هيخرج من الساتوريشن ولا لا؟ تعال نشوف امتى اعرف ان هو في الساتوريشن. لو حسبنا قيمه الاي سي ساتوريشن ومنها جبنا الاي بيز مينيمم وطلعت قيمه الاي بيز مينيمم اقل من قيمه الاي بيز دي، يبقى هو كده في الساتوريشن. طلعت اكبر يبقى هو مش في الساتوريشن. رجعوا للشيت اللي فات لما كنا بنقول هو انا في الساتوريتد ولا مش في الساتوريتد، كنا بنجيبها ازاي؟ اهي بص كده المساله دي بالظبط زيها بالظبط. لو جبنا عشان نبقى في القط اوف فالفي ان كان اقل من 7.10، كنا بنجيبها ازاي؟ بنجيب الاي بيز مينيمم ونقارنه بالاي بيز اللي انا جبته قبل كده، وترجع تجيب الاي سي ساتوريشن، جبنا الاي سي ساتوريشن ومنها جبنا الاي بيز مينيمم وجبنا الاي بيز ماكسيمم، اسف الار بيز ماكسيمم دي الار بي الار اللي هي المقاومه دي،
انا دلوقتي حسبت السي ساتوريشن ومنه جبت الاي بيز ورجعت مشيت الدايره بتاعتي عادي وجبت اي بيز جديد، فلو الاي بيز اللي انت جبته ده طلع اكبر من الاي بيز اللي كان موجود قبل كده وكان اصلا حطك في الساتوريشن، يبقى انت ما زلت في الساتوريشن ولا لا؟ احنا امتى بنبقى في الساتوريشن؟ فاكرين دي؟ بس دي مع اللي هو البيز الميزر. فاكرين الكيرف اللي زي كده بالظبط بس مع الترانزستور العادي اللي هو مثلا بقول لك ده قيمه الاي بيز ب 100 مايكرو، قيمه الاي بيز ب 10 مايكرو ب 20 مايكرو، واول ما بتوصل للساتوريشن قيمه الاي بيز تفضل تزيد تزيد وقيمه الاي سي ساتوريشن ثابته. فانا جبت الاي سي ساتوريشن مكافئ الاي بيز معينه ورجعت انا زودت الاي بيز لقيت الاي بيز اكبر من الاي بيز دي، فانت خلاص انت خلاص وصلت للساتوريشن. طب لو الاي بيز كانت اقل يبقى انت اتحولت من الساتوريشن للاكتيف ريجون. فاكرين الكيرف ده؟ كانت مجموعه كيرفات كده بس بدل ما هي شده الاضاءه كانت قيمه الاي بيز، الاي بيز بواحد مايكرو باتنين مايكرو بعشرين مايكرو بعشره مايكرو بيزيد بيزيد لحد ما خلاص قلنا ان احنا وصلنا للساتوريشن. مهما يزيد عندك الاي بيز انا ثابت عند الاي سي ساتوريشن ماكسيموم عندي. فهو هنا مديك بروبلم اهي وبقول لك ان الاي بيز في الساتوريشن كان ب 500 مللي وانا زودت الفولت عندي من 10 بقى 15، هل هخرج من الساتوريشن ولا انا هفضل في الساتوريشن؟ فاحنا جبنا قلنا هنجيب السي ساتوريشن، فالسي سي ساتوريشن طلع ب 83 من 100 83.3 مللي امبير. هات لي البيز مينيمم بقى، الاي بيز مينيمم اللي هي القيمه دي على قيمه البيتا اللي هي 150 فهيديك 555 مايكرو امبير. ايه علاقه ال 550 مايكرو امبير بال 500 مللي امبير؟ اقل ولا اكبر؟ اكبر يا راجل، ده مايكرو وده مللي. لا ثواني، اقل مايكرو صح؟ اقل. يبقى هو في الـ في الـ في الساتوريشن ولا خلاص خرج من الساتوريشن؟ خرج من الساتوريشن صح؟ بقى في الاكتف. وطالما راح للاكتف اقدر اقول ان الاي سي هي البيتا في الاي بي ولا ما اقدرش؟ مش الريليشن دي كانت ترو في الاكتف ريجون بس؟ فخلاص يبقى انا اقول الاي كوليكتور هيساوي 150 اللي هي قيمه البيتا بتاعتي في 500 اللي هي قيمه الايه؟ الاي بيز اللي هي 75 ملي امبير. طب الفي سي اي هيساوي الفي سي سي ناقص اي سي ار سي اللي هي 15 ناقص 75 ديت اسفه دي 555 يا جماعه اللي هي الاي بيز ماشي 555 مايكرو اللي هي 75 ناقص ار سي اللي هي 8 180 اوم اللي هي 18 من 100 يديك 1.5 فولت، ودي قيمه اللي هو عاوز يجيب الكوليكتور تو اميتر فولتج والكوليكتور كارنت، ده المطلوب وعايز يحسب الكوليكتور كارنت والكوليكتور تو اميتر فولتج. تمام كده؟ بس مش هو مش المفروض الاي كوليكتور تكون بتساوي البيتا في الاي بيز لما الاي بيز ما يكونش اي بيز مينيمم؟ ما انا قلت لك خلاص دي بس هي دي هتبقى 550. ما احنا كده هنبقى واخدين قيمه الاي بيز مينيمم. تاني معلش. ساتوريشن. دي اصلا دي ساتوريشن صح. معاك صح. هي قيمه ال 500 اللي عندي لانه خلاص خرج بره الاكتف خرج بره الساتوريشن. تمام كده؟ تمام. ماشي. تعالى هنا. بقول لك ديزاين الترانزستور نوت جيت، اعمل ديزاين للنوت جيت بالترانزستور. طب الترانزستور كان بيشتغل نوت جيت ازاي؟ فاكرينها؟ لو داخل له ماكسيمم فولت يخرج لك زيرو، لو داخل له زيرو يخرج لك ماكسيمم فولت اللي هو لوجيك 1 ولوجيك 0 بيعكس الانبوت بتاعه. فهو قال لك احنا مستخدمين ترانزستور ده التايب بتاع الترانزستور اوبريتنج فروم اكوليكتور سبلاي فولتج اوف 9 فولت. ال 9 فولت دي بالنسبه لها هتكون مين؟ كوليكتور سبلاي فولتج اللي هو الفي سي سي، ولود ريزيستنس اللي هي الار سي 500 اوم، والفي ان بتاعك ما بين الزيرو وال 3 فولت. بقول لك افرض ان البيتا بتتغير من 50 ل 150،
ديزاين يبقى ايه المطلوب تحديده هنا؟ مطلوب مني احسب ايه او اجيب قيمة ايه؟ مسائل الديزاين مطلوب حساب مين؟ الار بي والار سي. مش قلنا الديزاين نجيب ار بي وار سي نحط القيم بتاعتهم عشان نتحكم في قيمة التيارات؟ اناليسز يبقى خلاص انت عندك الدايره فيها الار بي والار سي والفي سي سي والفي بي بي، ابدا انت احسب التيارات والفولتج اللي على الترانزستور وشوف ربط العلاقه ببعضها واعمل اناليسز للريزلت بتاعك. وهنا بيقول لي ديزاين يبقى المطلوب حساب مين؟ الار بي والار سي. طب هو مديني اصلا الار سي اهي، يبقى المطلوب حساب مين؟ الار بي. تعالى هنا بقول لك البيتا بتتغير من 50 ل 150. طب معنى ان البيتا بتتغير في الرينج ده يعني انا دلوقتي جبت مثلا اكتر من ترانزستور وكل ترانزستور فيهم قيمة البيتا بتاعته مختلفة، المهم ان هما في الرينج من 50 ل 150. طب انا عشان اعمل ديزاين هشتغل على مين فيهم؟ هشتغل على اقل واحد صح؟ هاخد في اعتباراتي الجين الاقل، لان لو خدت في اعتباراتي مثلا ال 150 اللي هي اكبر قيمة فاحنا بنقول الاي سي هو البيتا في الاي بي، فانت بالشكل ده جبت الاي سي مع القيمه العظمى للتكبير. طب انا جيت وانا بعد ما عملت ديزاين مثلا والقيمه اللي طلعت للار بي المكافاه طلعت مثلا بتاعتها ب 5 كيلو اوم، وجيت ترانزستور بتاعي حظي طلع ان هو الترانزستور اللي قيمه البيتا بتاعته ب 50، يبقى ايه الحل ساعتها؟ فهمت قصدي ايه؟ يبقى انا مع الديزاين هشتغل مع الاقل. فأنا دلوقتي هاخد ال 50 ده هعتبر إن البيتا حاليا هي ال 50، هنعمل ديزاين بالمينيمم البيتا ب 50 فاليو، عشان لو كان القيمة بتاعة البيتا أكبر من كده ما يعمليش مشكلة مع قيمة المقاومة ار بي دي. طيب أنا دلوقتي في الأي سي ساتوريشن عشان يبقى السويتش أون، فقيمة الأي سي ساتوريشن تقريبا الفي سي سي على ار سي، جبت قيمة الأي سي ساتوريشن، جبت قيمة الار الاي بيز مينيمم اللي هو السي ساتوريشن على البيتا اللي هي ب 50 طلعت 360 مايكرو، يبقى قصاد منها قيمة الماكسيمم للار بكام؟ اللي هي عبارة عن الفي ام ناقص 7 من 10 على الاي بيز مينيمم اللي هي 3 ناقص 7 من 10 على 360 مايكرو، تطلع معاك ب 6.4 من 10 تقريبا كيلو اوم. عرفنا مسائل الديزاين بنعمل فيها ايه؟ وضحت يا جماعة الفكرة هنا؟ تمام. تعالى اخر مساله معانا بقى، لو عاوز يعمل ديزاين اسنجل سبلاي دي سي بايزنج. يعني ايه اسنجل سبلاي دي سي بايزنج؟ اللي هو بيستخدم دي سي سورس واحد يعمل بايزنج للكوليكتور بيز جانكشن والبيز اميتر جانكشن، بدل ما كنا بنستخدم اثنين دي سي سبلاي اللي هو الفي بي بي والفي سي سي، لا هو هيستخدم سبلاي واحد ويعمل بيه بايزنج للاثنين جانكشن بتوعي. تمام كده، ده معناه اللي هو سنجل سبلاي دي سي بايز سيركت فور ان امبليفاير، يبقى ده امبليفاير بيعمل لي جين في الاوتبوت بتاعي. ان ويتش از ا فولتج جين، الفولتج جين بتاعه از تو بي ا مينيمم اوف 50، يبقى قيمه الفولتج جين على الاقل هتكون 50. طب الفولتج جين اللي هو الاي في كان بيساوي ايه؟ ار سي على ار اي صح، وكان في إشارة نيجاتيف كده ماشي. والأوتبوت سيجنال فولتج is to be reading of a DC level 5، يعني دلوقتي خد بالك إن أنا مدخلة ساينسويدال مدخلة AC، فلو الـ AC عندك مثلا بيتغير كده ما بين هنا قول مثلا 25 مايكرو، فمفروض الأوتبوت اللي هاخده هنا هيبقى مثلا كده عند الـ DC current أهو، وهتلاقيه رافع نفسه فوق كده والإشارة مقلوبة عشان إشارة النيجاتيف اللي في الجين، هيبقى كده بالظبط صح معايا؟ وده قيمة الـ DC current الأوتبوت بتاعي اللي هو الـ 5 فولت اللي هيخرجوا لي هنا. إيه المطلوب بقى؟ ومديك الـ VCC بـ 12 والبيتا وقيمة الـ RE. ديزاين يبقى مفروض مطلوب منك ديزاين، يبقى هحدد قيمة الـ RB وقيمة الـ RC صح كده ولا لأ؟ معايا؟ مع حضرتك.
طيب هو المكثف مع مصدر التيار الدي سي بيبقى عندي open circuit ولا short circuit؟ المكثف مع الدي سي سورس ايه يا جماعه؟ اوبن سيركت وبيبقى شورت سيركت مع الاي سي. طب تعالى هنا، انا قلنا قيمه الجين فولتج هو ار سي على ار اي اللي هي ب 50. طيب مديني قيمه الار اي ب 8، يبقى من هنا مباشر اهي اقدر اجيب الار سي ولا لا؟ يبقى الار سي هتساوي 50 في 8 اوم اللي هو قيمه الار اي، هيديك 400 اوم، دي قيمه الار سي. يبقى دي اول خطوه في الديزاين انا عملتها. طب هو بيقول لك ان الاوت بتاعك الدي سي ليفل اللي هتاخده 5 فولت، يبقى الفولت اللي هاخده ما بين السي اي 5 فولت. طب طبق لي هنا كيرشوف كده للكرنت، باعتبار ان انا شغاله دي سي فالمكثف ده عندي اوبن سيركت كانه مش موجود، وطبق لي كيرشوف للكرنت هنا نجيب منه قيمه التيار اي سي. الاي سي هتساوي ايه؟ الفي سي سي ناقص 5 على قيمه الار سي اللي احنا لسه حاسبينها. حسبنا قيمه التيار اي سي، طب ما الاي بيز هيساوي ايه؟ هيساوي الاي سي ده على قيمه البيتا، يبقى الار بي هتساوي ايه؟ طبق لي بقى كيرشوف للكرنت تاني هنا في الدايره الانبوت لوب بالنسبه لك. بس خد بالك الانبوت لوب هنا فيها يقول واحد يقول المكثف ده انا حاليا شغاله مع الدي سي، فكل المكثفات عندي اوبن سيركت كان بالظبط ده مش موجود. الانبوت لوب بتاعتك اهي مصدر التيار في سي سي ار بي ورايح على البيس هنا كده، الدايره بتاعتك بالظبط كده، وضع السورس كده بالنسبه لك ما يلخبطكش اهي كده. الانبوت لوب بتاعتنا فاكرينها دي الانبوت لوب دي، بس هو هناك عشان مستخدم مصدر جهد واحد للبايزنج هتلاقيه بس محطوط هناك كده، لكن دي الانبوت لوب بالظبط زي دي. وضحت كده يا جماعه؟ يبقى الاي بيز عندك احنا حسبناه اهو، وعندك الفي سي سي اللي هي كانت الفي بي بي هتبقى في سي سي ناقص 7/10 على قيمه الاي بيز، جبنا منها قيمه الار بي، صح ولا لا؟ اللي هي تطلع الفي سي سي ب 12 ناقص 7/10 على قيمه الاي بيز اللي هي جبناها 87.5 مايكرو، هيديك 129 كيلو اوم. انا عملت كده ديزاين ولا ما عملتش؟ حددت قيم المقاومات دي ولا لا؟ الدايره كلها بقت معلومه عندي ولا لا؟ تمام. حد عنده اي سؤال؟ كده الشيت خلص. حد عنده أي سؤال في أي جزئية مش فاهمينها أعيدها تاني؟ الدنيا تمام الحمد لله. الشيت ده هيتحل كامل زي الشيت التاني، ويا ريت أرجوكم مش مجرد تعمل سكرين شوت توقف الفيديو، تعمل سكرين شوت وتنقل الإجابات زي ما أنا حليته معاك كده، أنا منزله لك الشيت من غير الحل. اقفل الفيديو خالص، أنت سمحت وذاكرت المحاضرة وذاكرت السيكشن، قفل الدنيا وابدا حل الشيت لوحدك، عشان ان شاء الله لو السكشن الجاي حصل معاك اي مشكله او في اي مساله ما انتش فاهمها اعيدها لك تاني، مفيش اي مشكله. ما تروحش تنقل الاجابات واعمل سكرين شوت من الفيديو وتنقل الاجابات كوبي بيست وانت مش عارف انت بتنقل ايه. واضح كده؟ حد عنده اي استفسار؟ ماشي ناخد الغياب.